بيض الله وجهك. يا شعار الأدريع ناص وادر والورود ما نبشرها وكرها ولا نبغى العقاب حنا نذل الصلوات لحن الأذان كل ما جاء منا علمان يلين في دلاله ما تصير المخطية جايت من يمنا عشتوا أعطونا لحنكم الأول يا لا 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 ودي أسير برجلي مع أصحابي ورود والطيور أشكال ما بينها صقر وعقاب والطيور أشكال ما بينها صقر وعقاب من هو اللي يستمع في كلامي بالأذان الضيوف حشام والكيف يدرج في دلالة كل خايف لازم إذا رانا يمنا
لا 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 والله إني ما خبرتك زعول ولا حسود أنا شايب وانت لازلت في عمر الشباب لكن الشايب لي أضاق جالك بالجنان زاد بن حوقان في ظاهر واحد من جماله الديار ديارنا والمحل محلنا أنا شايب وانت لازلت في سن الشباب لكن الشايب لي أضاق جالك بالجنان زاد بن حوقان في ظاهر واحد من جماله الديار ديارنا والمحل محلنا الجبال اللي عليها المحاجي والسود ما عليها الصدى والردى ولا شباب الشقي للنار واهل العباد اهل الجنان الجمايل خلها عند عشاق الجماله شورها في روسنا وارضنا ومحلنا النقاش الحي يحيى القيامة والقعود وعرف تعرف يسلم اللي لا حضر سد عن ربعه وناب ما تجنني تحمد ما دامك من عمان بعد ما بعد خاويت الذي
طاح ما عقل رحاله لا عاد تسير علينا ولا تبتلنا. النقاش الحي يحيى القيامة والقعود يسلم للي لا حضر سادع الربع ونعب ما تجنني تحمد ما دامك من عمان ما تحمد ما تجنني تحمد ما دامك من عمان بعد خاويت الذي طاح ما عقر رحاله لا عاد تسير علىنا ولا تبدلنا. ذبحنا لك طلي ونحرنا لك قعود الكرم موجود والعز من ضرس وناب واجبك فوجيهنا لو نجيبه من عمان. اذكر الله يا ابن عياد والدنيا رحالة تحسب ان لقمة في يدك تبتلنا. عندنا صرف المعاني مثل صرف النقود المعاني كلها ذوق وطروق عذاب لا تطالعني بعينك وتخزر خيزرا سيفنا ياكل بحد الشبا والراس ماله لا تعرض قدم وجهي وتنطح سيفنا. عندنا صرف المعاني مثل صرف النقود المعاني كلها ذوق والحون عذاب لا تطالعني بعينك وتخزر خيزرا سيفنا ياكل بحد الشبا والراس ماله لا تعرض قدم سيفي وتنطح لا تعرض قدم وجهي. عندنا صرف المعاني مثل صرف النقود المعاني كلها ذوق وطروق عذاب لا تطالعني بعينك وتخزر خيزرا سيفنا ياكل بحد الشبا والراس ماله لا تعرض قدم وجهي وتنطح سيفنا.
الصف الثاني. لا 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 يا الله لا تجلب خطانا على درب النقود والعنيد الله يعينه على صوت العذاب ولا يبشر يا زملانا بمطرق خيزران كل تاجر ضامن ما اكسبه من راس ماله البحور بحورنا والشواطي سيفنا مسيكم بالخير الشعاع والجمهور على راسي كلهم ما تسع ما الارض يا شاحم صدري الجمهور يقول يا ابو ابن عياد وابن حوقان والغم الاثنين بدون قصور في الشعار الثاني الجزير ما عاد يدق لا 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 انت يا عبد الله شاعر تعديت الحدود غير عندك مشكلة فال يا ابو في الذهب لا حجزت الساعة اثنين تحسبها ثمان وانت لو تدري بحق الاخوة والزمالة كان ما تطمع في اللي لكم واللي لنا انت يا عبد الله شاعر تعديت الحدود غير عندك مشكلة فال يا ابو في الذهب لا حجزت الساعة اثنين تحسبها ثمان وانت لو تدري بحق الاخوة والزمالة كان ما تطمع في اللي لكم واللي لنا شاعر تعديت الحدود غير عندك مشكلة فال يا ابو في الذهب لا حجزت الساعة اثنين تحسبها ثمان وانت لو تدري بحق الاخوة والزمالة كان ما تطمع في الليلكم والليلة لا الحدود طبعا تعديت الحدود يعني حدود الوطن يعني ايه صرت تروح كذا وتروح انت يا عبد الله شاعر تعديت الحدود غير عندك مشكله فال يا ابو في الذهب لا حجزت الساعه اثنين تحسبها ثمان وانت لو تدري بحق الاخوة والزمالة كان ما تطمع في الليلكم والليلة لا
لا لا لا وصلوها اللي ثم دام يم اللي ثمان حن يا زير الحدا والحداوي والزمالة ودنا نرضى الخواطر ونحيي ليلنا يا لا 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 سيف ابو زيد الهلالي ما يثلم لحدود لا تحدونه على صخر يا مال الذهب وصلوها اللي ثم دام يم اللي ثمان حن يا زير الحدا والحداوي والزماله ودنا نرضى الخواطر ونحيي ليلنا عمي يا اخي لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا سلام على خشمك انت احمد الله واشكر في بلاد بن سعود شاعر وعمده وتقرا كتاب من كتاب اختلافك بالمواقيت ذا غلطه لسان نحتمي سوق النواميس ما بطهبنا خاله كل يعرف ويش كل يعرفنا ويدري الله اكبر كل يعرفنا الله الله يا لا 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 احمد الله دمت هاي ابوي احمد الله دمت احمد يقول الله اكبر احمد الله وانت عايش بدار بن سعود شاعر وعنده وتقرا كتاب من كتاب واختلافك بالمواقيت ذي زلة لسان لحتمى سوق النواميس ما بطهبنا خاله كل يعرفنا وكل درى وش فعلا دندن رح معام الراحة ونعاود وللناس عود بعد ما سموك باسم الجمل شل الكتاب يا جمل لا تلتفت فالعصي الملسان ما يفيد الونعم الا ابن عمه وابن خاله بوك يشفع لك وتاريخنا يشفع لنا
لا 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 لو يطول الوقت ما يشبع الجايع رياله روح بما عندك وحنا لنا ما عندنا تفهمني خطا ما على الشايب قيود الجمال انتم تسمونها عوج الرقاب اعتبرها كلمة اخوان من راس اللسان لو يطول الوقت ما يشبع الجايع رياله روح بما عندك وحنا لنا ما عندنا ليش تفهمني خطا ما على الشايب قيود ليش تفهمني خطا ما على الشايب قيود الجمال انتم تسمونها عوج الرقاب اعتبرها كلمة اخوان من راس اللسان لو يطول الوقت ما يشبع الجايع رياله روح بما عندك وحنا لنا ما عندنا ليش تفهمني خطا ما على الشايب قيود الجمال انتم تسمونها عوج الرقاب اعتبرها مزحة اخوان من راس اللسان لو يطول الوقت ما يشبع الجايع رياله روح بما عندك وحنا لنا ما عندنا ليش تفهمني خطا ما على الشايب نقوق قيود ليش تفهمني خطا ما على الشايب قيود الجمال انتم تسمونها عوج الرقاب اعتبرها مزحة اخوان من راس اللسان لو يطول الوقت ما يشبع الجايع رياله روح بما عندك وحنا لنا ما عندنا يا لا 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 كله واحد كله واحد الله يحفظكم يا لا 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 اليدين المطلقة ما تقيدها القيود
اخضعوا تحت الامر والحراسه والرقاب. الكلام الخشن ما هو بمثل الملزان، من تعلم للريا ما نطيعه في رياله، وان بغيت الصدق ما حدا يقاوي عندنا. لا 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 لا
نعمي يا روس الشلاوة أهل المحل روس صبي الأكبر روس بالحارثي لا زار فل الميدان بيننا جيره وزاسيره وملزمه المذاهب والشيم والقيم والغيرة من على جدانهم كاسبينا يا روس الشلاوة أهل المحل روس بالحارثي لا زار فل الميدان بيننا جيره وسيره وملزمه المذاهب والشيم والقيم والغيره من على جدانهم كاسبينا نعمي يا روس الشلاوة أهل المحل روس بالحارثي لا زار فل الميدان بيننا جيره وسيره وملزمه والمذاهب والشيم والقيم والغيره من على جدانهم كاسبينا لا 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 الديار المرقعه الديار المرقعه اصبحت محل والذي ميدان والذي ميدان ساعة لقى ميدان والعرب في عروة الله ملزمه قبل ما ارضي واحد الناس وزع الغير لاجل نرضي لاجل الله اكبر لاجل نرضي بكسب الكاسبينا الديار المرقعات اصبحت محل والذي ميدين وقتال لقى ميدان والعرب في عروة الله ملزمه لجل مرضي واحد الناس وزع الغيره لجل ترضى بقسم لجل ترضى بقسم الكاسبينا ما عليكم زودي يا غامد الدول يا هل البندق لي ثور البركان يومك للدعين أهل محزمه وبني مالك هل المرجله والجيره رأيت البيضاء لهم ناصبينها ما عليكم زودي يا غامد الدول يا هل البندق لي ثور البركان يومك للدعين أهل محزمه وبني مالك هل المرجله والجيره رأيت البيضاء لهم ناصبينا
لا 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 ما عليكم زودي يا غامد الدول يا هل البندق لي ثور البركان يومك للدعين أهل محزمة وبني مالك هل المرجلة والجيرة رأيت البيضاء لهم ناصبين كثر الله خير الأجواد بالدول التقينا في قصر شامخ بركان بن هميل عد ربعه ومحزمه للمواقف في سنين الردى والجيره والمحاجل الردى ناصبينها الله يكثر خيركم يا العواني والله يخلفنا عليكم بخير وجه الشعار ويبيض وجه الجمهور ويجملكم ويخليكم دخل لنا وفق الله جبسيا تمام يا سيدي.